20 ومهندسنا نقل بالمدرسة الابتدائية عدد 2 من مدلين بولاية نظري. قررت بشوشات بمسابقة فخار بلديانة نظمتها الجمعية التونسية للتكنولوجيا التابعة الحديثة. اخترت تلوين مهرس من الفخار. ولتحقيق هذا المشروع استعملت ألوان الأكريليك: اللون الذهبي، اللون الوردي، اللون الأخضر واللون الأسود، وفرشات وريشة لرف الخمسة. الهدف من هذا المشروع هو تعريف التراث التونسي، فالمهرس له أهمية كبيرة للكوجينة التونسية. نسبة كانوا يستعملوه في تهريس الكثير من الأشياء على خاطر ما كانش فما آلة تهريس بالكهرباء. نتمنى أنه يعجبكم مشروعي، وإن شاء الله نكون من الأوائل. بسلامة.